سلام لي فيتور مامون، ان شاء الله تكونوا ملاح، وان شاء الله اللي فكركم كامل يكونوا ملاح بصحة مليحة. بون، لا فيديو تاع اليوم راح نحكي لكم على الصيام في شهر رمضان. بون، انا في رمضان اللي فات كنت حامل في الشهر، يعني اخر اسبوع في الثامن، يعني اون سيمين وندخل التاسع. وكما تعرفوا يعني رمضان والحمل، ويعني كل اللي نسقسيه يقول لي ما تصوميش ما تصوميش ما تصوميش، وكاين مام اللي يفتوا عليا يقولوا لي الصيام، يعني اذا صمتي هذا افطار، اذا افطرت يعني هذا افطار عمدا، وكاين اللي يقولوا لي لا لا هذا يعني ممكن خطر عليك ولا على الرضيع، يعني احسن انك ما تصوميش. واللي نسقسيهم يعني سقسوا لي بروش لي يقولوا لي ما تصوميش، سقسي راجلي ديريكتومون يعني ما يحبش يكسر راسو، يعني ما تصوميش يما ما تصوميش، يعني اللي راهي في الوضع تاعي يعني راهي فاهمة. ويعني ضغط ما بين الهضرة، كل واحد وش يقول. وانا شخص كنت في الاشهر الاخيرة، وكما تعرفوا يعني الثلاث اشهر الاولين والثلاث اشهر الاخرانيين هما اللي يكونوا يعني ريسك على المرأة الحامل يعني كي تصوم، مي كيما اللي تكون في الخامس السادس السابع يعني نورمال، هادوم يعني ما كاينش خطورة عليهم. بون، انا واش درت، يعني كان ديجا الرونديفو تاعي قبل رمضان، رحت للطبيبه تاعي سقسيتها اسكو نقدر نصوم ولا لا، قالت لي يعني الحمد لله ما عندكش سكر الحمل، لا طونسيون تاعي كانت يعني هابطه ماشي طالعه، والهبطه يعني خير من طالعه. كان عندي لانيمي، لانيمي نورمالمون 11، انا كان عندي 10، يعني هابطه لانيمي. يعني كيما حكيت لكم في لا فيديو اللي فات، بدلت لي دواء وعطاتني فيغو، ومام يعني قالت لي لازم تاكلي الحوايج الغنيه بالفار الحديد.